عاجل توضيح هام للجميع حول حدوث كسوف كلي للشمس في 8 أبريل، وهل سيكون مرئيا في منطقة الشرق الأوسط؟ إليكم التفاصيل الهامة والدقيقة. تناقلت العديد من المعلومات والتكهنات حول حدوث كسوف كلي للشمس في 8 من أبريل المقبل. وصلت تساؤلات حول رؤية هلال شهر شوال في بعض الدول في نفس التوقيت، ولكنه من المهم التوضيح حول ما سيحدث بالضبط في السماء في هذا اليوم المحدد. قدم محمد شوكت عودة عضو الاتحاد الفلكي الدولي ومدير مركز الفلك الدولي شرحا موجزا لتلك الظاهرة المرتقبة، وأوضح التفاصيل المحيطة بالتكهنات التي أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي. وأكد عودة في تدوين نشرها على حسابه الشخصي وحساب مركز الفلك الدولي أن يوم الاثنين 8 أبريل سيشهد كسوفا كليا للشمس، ولكنه لن يكون مرئيا في منطقة الشرق الأوسط بما فيها الدول العربية. سيكون بإمكان المشاهدين رؤية الكسوف الكلي من مناطق محددة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والمحيط الأطلسي والمحيط الهادي فقط. وبالتالي فإن التكهنات حول رؤية هلال شهر شوال في تلك الدول في نفس التوقيت لا علاقة لها بحدوث الكسوف الكلي للشمس. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.